اهلا بيكم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن معيارين من معايير المفكر النقدي. اتكلمنا على الكلاريتي والبريسيجن اللي هما الوضوح والدقه. الفيديو ده هنتكلم على معيارين ثانيين مهمين جدا، الريليفنس والفيرنس. الريليفنس يعني الترابط او الارتباط بالموضوع، يعني الكلام اللي انا بقوله او الادله اللي انا بديها او البراهين اللي انا ببرهن بيها على رايي، هل مرتبطه بالموضوع اساسا ولا حاجات هامشيه وجانبيه؟ لو ما كانش الكلام مرتبط ببعضه فممكن النتيجه توصل للاخر بشكل غير اللي انا عايز اوصله له، فلازم يكون في ترابط في الافكار وفي المعايير وفي المعلومات اللي انا بديها في النقاش بتاعي. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نتكلم عليها او المعيار الثاني الفيرنس، يعني العدل. يعني ما ينفعش ان انا اتكلم في موضوع لما يكون يخصني استعمل معايير معينة او رأي معين او فكر معين، ولو نفس هذا الموضوع يخص انسان ثاني اغير معاييري ويبقى عندي ازدواجية في التفكير او في ازدواجية في التقييم. يبقى الميزان بتاعنا، نرجع نقول الميزان بتاعنا لازم يكون حساس، لازم يكون اللي بازن بيه لنفسي ازن بيه للاخر، لازم يكون عندي عدالة، لازم يكون عندي عدل في التفكير، لازم يكون عندي ترابط في التفكير. ولو نفكر في الحاجتين اللي قلناهم في الفيديو السابق، لازم يكون عندي دقة في التفكير precision، ولازم يكون عندي clarity في التفكير. فالمفكر النقدي بيتميز بصفات مهمة جدا جدا نراجع نفسنا فيها لما نيجي نفكر أو نتكلم.